اصحى يا نايم قوموا على سحوركم مبارك شهر رمضان. لمسحراتي رزق الله ايام زمان، رزق الله ايام زمان. يلا يا ابو قاسم يا ابو صلاح وحدوا فقنا ابو رياح فقنا. تمثيل ليلى بقدونس ومازن لطفي. الله يرضى على سمير ويوفقه ويكتر خيره. وقال لي إذا التحاليل مطابقة هو جاهز. يلا بخاطرك أختي. لسه بكير أختي، خليك افطري عنا اليوم. ما بقدر تقبريني، أبو رياح ما بيفطر إلا ما أتصنبق قدامه على السفرة وأسكب له صحنه بإيدي. إيه الله يخليك لبعض، ابقي طلي علي لأنه بتعرفي سهرك أبو درويش مريض وأنا ماني قدراني أطلع لمطرح. ولا يهمك أختي، أنا ببقى بطلع عليكي، ويوم الجمعة مثل ما قلت لك بتجيبي أبو درويش وبتجي بتفطروا عنا. وهلأ لا تقولي له شي ها؟ أخليها حتى يصير، إذا كان صحته تحسنت بنيجي وما رح قله شي حتى يمشي الحال. وخدوا سيارة من قدام الباب وعشر دقايق بتكونوا عنا إن شاء الله. يا أختي الله وصانا بصلة الرحم، ولازم ما نقطع بعضنا ولو بالشهرين ثلاثة مرة. المشكلة نحن سكننا هون لأنه حصة جوزي من الورتة ما كفت، نبقى ساكنين بالحارة وصرنا بعاد عن الحارة وأهالينا، بقى خليها لربك. خلاص أختي، أنت خدي سيارة تاكسي وبس توصلي ما يهمك، أنا بحاسب الشوفير. يلا بخاطرك. يا نايم وحد الدايم، صلي على النبي العدنان، سحر وصلي رمضان، تسحر وصوم برمضان. صلة الرحم بين الأهل واجب على كل الناس، ويلي بيقطع صلة رحمه بتقطعه كل الناس. سيدنا النبي محمد صلوا عليه وصانا بصلة رحمنا، يرحم أهل أول يلي وصونا ما نقطع رحمنا. خالك عمتك خالتك ستك هن صلة رحمك، زورهن لو بالسنة مرة، الله من عنده بيرحمك. يا صايم شو أخبارك؟ طمني زرت أحبابك؟ طل عليهن بنص نهارك واعزمهن على بيتك، حق عليك وواجب منك ما تقطعهن انت وحلالك. صلة الرحم بين الأهل واجب على كل الناس، ويلي بيقطع صلة رحمه هذا بيكون بلا إحساس، هيك ولا لا؟ صلوا على الحبيب. يا نايم وحد الدايم، يا نايم وحد الله، صلوا على النبي العدنان وحدوا. اصحى يا نايم قوموا على سحوركم مبارك شهر رمضان. لمسحراتي رزق الله ايام زمان، رزق الله ايام زمان. يلا يا ابو قاسم يا ابو صلاح وحدوا فقنا ابو رياح فقنا. تمثيل ليلى بقدونس ومازن لطفي.